بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم احباب ماما كوكا اوكا؟ بيقول صاحبي في محطة القطار في مدينة ميونخ الألمانية، الوقت متأخر ليلا والطقس بارد، قطعت تذكرة للسفر الى مدينة فريدريشفهان حيث يقام معرض لآلات البلاستيك، وإذا بالموظف في الشباك الثاني لقطع التذاكر يسألني إن كنت أعرف لغة المسافر الذي يتحدث معه لأشرح له كيفية السفر إلى المكان المسافر له. فنظرت له فإذا بالمسافر من دول الخليج يريد أن يتابع سفره إلى مدينة فرانكفورت للعلاج على ما أذكر، ولم يكن في هذا الوقت المتأخر قطار ينقله مباشرة إلى فرانكفورت، بل عليه أن يبدل القطار مرتين في محطتين مختلفتين ليصل إلى هدفه. وكان أول مرة يسافر فيها إلى الغرب ولم يتكلم أي لغة. حاولت أن أشرح له سريعا كيفية الوصول، ولكن تعبير وجهه تدل على أنه لم يستوعب. فأحضرت ورقة وكتبت له باللغة العربية اسم البلد الأولى ووقت الوصول، ثم يجب عليه النزول سريعا إلى المحطة المطلوبة وأخذ القطار المطلوب مرة تانية، ثم النزول سريعا. وكتبت الترجمة بالألمانية تحت كل جملة ليعلم معناها ويرشد من قبل من يقرأها إلى الوجهة المطلوبة، ثم رفقته إلى المحطة المطلوبة وصعدنا القطار، ثم تبعته إلى أن جلس وتكلمت إلى جليس ألماني بقربه ووعدني أنه يرشده للوجهة الأولى. لوحت له مودعا وتمنيت له سلامة الوصول. انتبهت لنفسي ونظرت إلى تذكرتي فوجدت نفسي على رصيف غير الذي يجب أن أكون عليه لأركب قطاري، وقد مضى 5 دقائق على توقيت القطار المطلوب. فركضت مسرعا إلى الرصيف فإذا بالقطار كأنه ينتظرني وهو على أهبة السير، وقد كتب على اللوحة تأخير 5 دقائق. صعدت لاهسا ومشى القطار وحمدت الله. وصلت إلى واجهتي منتصف الليل وأخذت سيارة أجرة، فصار بي قليلا للخروج من محطة القطار، ثم سألني عن وجهتي فأجبته إلى أي فندق في المدينة، وتوقف فجأة وقال أعتذر منك فالفنادق كلها مشغولة منذ الساعة 10، إنه وقت معرض ولا مكان شاغل لك فتفضل بالنزول. قلت إلى أين أذهب في هذه الساعة وفي هذا الطقس البارد؟ فرق لحالي، ثم اتصل عبر جهازه اللاسلكي بمكتب سيارات الأجرة الذي يوجهه، وقال للموظفة الذي ردت عليه معي راكب يريد فندق، فأجابت بعصبية ألم أقل لك مرارا بأنه لا يوجد شواغر في الفنادق كلها؟ وسمعنا في هذه الثانية صوت رنين الهاتف الداخلي بمكتبها فأجابت عليه، ثم قالت للسائق انطلق إلى فندق الدولاب الذهبي فإن نزيلا اعتذر عن الحضور، وحجزت للراكب الذي معك المكان، اعطني اسمه. وإذا بالسائق يقول متعجبا انغلوبليش، بمعنى لا أصدق لا أصدق. فقد كان مبهوتا بهذا التوقيت العجيب ولا يجد له تفسيرا. وصلت الفندق فحياني موظف الاستقبال وقد كتب على لوحة أمامه لا أماكن شاغرة، وقال لي أنت محظوظ، العشرات ينتظرون مكانا.
شاغرا. استلمت الغرفة ونظرت من شرفتها التي تطل على البحيرة ومناظرها الخلابة وأضواءها الهادئة، وانحدرت دمعة رقيقة من عيني، وحدثت نفسي: قطار بمئات الركاب يتأخر لأجل راكب، وغرفة مميزة في فندق مميز تحجز في توقيت معجز في الدقة لفرد معين دون العشرات، أمن أجل الوقوف على رصيف محطة لمساعدة إنسان تائه. كل هذا الكرم يا رب، إني إنسان تائه أقف على الرصيف بانتظار القطار الذي يأخذني إليك وإلى جنتك. الحكمة من القصة الظريفة: ما عند الله خير وأبقى، فلا تترددون في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهفين، والله المستعان. تخيل معي، لو كنت أنت الذي يرشد التائهين في دروب الحياة ويرشدهم إلى الرصيف الذي عليه القطار الموصل لمرضاة الله. قبل كده أنا قلت قصة إن الإنسان يعمل الخير ويرميه في البحر، نفس الشيء. لأن لا تنسوا إعجاب واشتراك معانا دعما لنا. كنتم مع ماما أوكا، مع السلامة.